هذا ان يكون هو الشيخ عبد الله البصري. الناس ما يفهمنا اياه، فناخذ مشاركه جميله. الشيخ عبد الوهاب يقول فيه نوع من الغزل، بس احنا نبغاها ليش قبل يجون الهيئه؟ بسرعه دبر دبر بسرعه بسرعه. البارحه يوم كل النام، البارحه يوم كل النام، مالك لجنون بعيوني، مالك لجنون بعيوني. جيت ولقيت الحرس قدام، جيت ولقيت الحرس قدام، واطلع من الباب مغبوني، وارجع من الباب مغبوني. اصفق بكفي واعقب هام، اصفق بكفي واعقب هام، ابهام يمناي بسنوني، ابهام يمناي بسنوني. جنوم بعيوني، مالك لجنوم بعيوني، مالك لجنوم بعيوني. شكلك صواب، ولا تعرف عين الابيض عشان تعرف شلون هذول هم اللي مالك لجنج هو انا ابو زين انا. طيب ناخذ واحده ثانيه، حق هذه حقت لجنجه، نبغى حقت كمخه. يلا يا شيخ حقت فرد. طيب طبعا الرجال صوت شيخ. طيب عطنا حقت وعد اي شيء يا شيخ، عطنا حقت اقرأ. ما لك لجنون بعيوني، ايش رايك ابو وليد خلوها. يلا ترى بجيك الحسين قبل شوي عند مويل. ارفع ستار الليل وانقل جديله، لا تستريح الا ضروس الطوايل. ارفع ستار الليل وانقل جديله، لا تستريح الا ضروس الطوايل. يا صاحبي ولو غدت مستحيله، اشهر علينا سيف بيض الفعايل، ما ترتفع للعز نفس دليله، ولا تهاب العليا عيال الحمايل. ارفع ستار الليل وانقل جديله، لا تستريح الا ضروس الطوايل. الحريه تابلين ما تستوي له، يا الهف وغالوا بشتى الوسائل، جود عنان الوقت وبكل حيله، واسلك طريق العارفين الاوايل. ارفع ستار الليل وانقل جديله، لا تستريح الا ضروس الطوايل. احيا الناس تحاببك في قبيله، واحيا شخص يكرهك في قبايل، واحيا الناس تحاببك في قبيله، واحيا شخص يكرهك في قبايل. ارفع ستار الليل وانقل جديله، لا تستريح الا ضروس الطوايل. تسلم تسلم تسلم.